السلام عليكم، مرحبا بالناس اللي يشاهدوا فينا داخل الوطن وخارج الوطن. الناس اللي معنا نقول لكم مرحبا بكم في قناة شوبير ديزل. اليوم الحصة تاعنا وين غادي نتكلموا على الركراكي، وين يحصل على تقرير في الفني الإيجابي حول النجم المغربي في بلجيكا، يعني وين يتبع في لاعبين لم ييأس، يعني وين ما كاش بلي عندي لعابة، هادو اللعابة اللي وصلوا دومي فينال بزاف عليا صعيب، هادو نفوت بهم الفترة. لا، باغي يخلي عامل اللي يجي موراه يسيب عامل، يسيب قاعدة، يسيب قاعدة، وباغي يطور المنتخب أكثر من هذا، يعني راه يخدم باش يطور، باش يطور ويزيد يعني متابع، يعني عند عشان البارح سباليتي مي قالوا له على غوارديولا نار، قال لهم لازم النوز نستعد له هذا اللاعب، هذا المدرب على غوارديولا. من بعد تجيب واحد يغسل الكلاب، هذاك اللي يهضر في اليوتيوب يغسل الكلاب، ولا ذاك 106 يعاير في غوارديولا، ولا مؤمن ينتقد في غوارديولا طريقه اللعب تاع غوارديولا، يعني من بعد كي تقول له هضر لي على كيفاش خسرنا مع الكاميرون يقول لك يولي او ا، يولي او ا، ما كاش كاع ما كاش لي يهضر، ويقال لهم النوض، قال لهم حبسوا حبسوا، قال لهم حبسوا في الندوه الصحافيه من سباليتي البال والنامس، ماشي يامس، قبل البارتيه نهار ثلاثه، علي مي قالوا له على غوارديولا قال حبسوا حبسوا، شكون غوارديولا؟ قالوا له بيب غوارديولا تاع لونترينير تاع مانشستر سيتي، قال لهم حبسوا لازم النوض هذاك، هذاك اللي نقعد في بلاصتي نهضر عليه، قالوا كي القيمه هذاك حاجه ما خرمتك، يخرمتك قال كل يوم يخرج يدير الخطه اللي لعب بها. انا ما امنتش، انا بقول الخطه تاع، خلينا من بعد نهضروا على هذا الموضوع. انا بقول لكم الخطه تاع اللي لعب بها غوارديولا يعني خرم، على بالك صاروا كيما ذاك هذاك مبدع سودان ولا حاجه، حاجه مبدعه كيسودي لك حاجه هكا دايره، مبدع رسام ولا ما بقاش تيلا على بالك في راسه. انا كي قلت لكم باللي الفاكونس تاعو يروح يفوتوا ما بين البرازيل وما بين الارجنتين، ما امنتونيش خاطر انا متبع الاخر تاعه، متبع لي استوار انا كيفاش، على بالك مين يدي فاكونس تاعو يروح يا الارجنتين يا البرازيل، الاولى يروح الارجنتين، على بالك عاد من يروح. نقول لكم شتو لي شونتير، لي شونتير لي غنوا، لي غنوا، على بالك بلي عاد من يروحوا، يروحوا عند شعراء كبار وقدم في فيلاجات صغار ما يعرفوهمش، ماشي ما يعرفوهم شعراء، يروحوا يدوا من عندهم الكلام ويكتبوا ويغنوا. غوارديولا صار له كيما غوارديولا، كي يروح الارجنتين عاد من يروح، يروح عند مدربين عنده تيم مدرب عنده 75 عام، لازم روحو 75 70 عام يجمع معاه. يروح للبرازيل عنده اصحاب النظارات الثاقبه مدربين كبار اللي تيب عنده 50 عام تدريب، 50 عام 40 عام تدريب، يعني خانس خانس في راسه، يجمع معاه يدي من عنده. من بعد يزيد يطور، هو يزيد يطور الفكره، ناس كيما تخدم. بعد يجيك انت واحد يغسل الكلاب تاع النرويج، يغسل الكلاب، تجي غوارديولا انت كاع مشي مدرب غوارديولا، ودير تربح وتربح هو. روح نقول اخر وقت وقت تاعنا، روح قولوا دينا، روح قولوا دينا، ما تبيعوش غالي كيما البصل. نعاودوا نولوا ونتكلموا، نواصل المدرب المنتخب المغربي وليد الركراكي مراقبة عدد من المحترفين المغتربين في أوروبا، وذلك في إطار انفتاحه على لاعبين أصحاب الجنسية المزدوجة الذين يريدون تمثيل أسود الأطلس في الفترة المقبلة ابتداء من شهر جويلية القادم، يعني المقبل، وخصوص في التصفيات المؤهلة إلى بطولة كأس أمم إفريقيا 2024. وفي هذا الإطار أفاد مصدر مقرب يعني من الركراكي يوم الأربعاء بأن هذا الأخير حصل على تقرير إيجابي من مساعده رشيد بن حمودة بخصوص بعض اللاعبين المغاربة المحترفين في الدوري البلجيكي، فبعد إشادة سابقة بالمدافع الفريق يعني النادي البلجيكي إسماعيل قندوس، جاء دور أخير على جناح فريق مونياك البلجيكي زكريا الوحدي الذي تألق في مارس الماضي مع المنتخب المغربي الأولمبي، وفي انتظار أن يخوض الوحدي بطولة كأس أمم إفريقيا تحت 23 سنة والتي ستقام في المغرب
الصيف هذا الصيف المقبل يعني سيكون من يعني من العناصر التي سيتم فسح مجال امامها من اجل انضمام الى الاسود الاطلس لما يملكه صاحب 21 سنة من مؤهلات فنية ستجعله قادر على الانسجام دون يعني مشاكل مع زملاء الحارس ياسين بونو. الناس تخدم، الناس يتبع، الناس انا بقيت بعد سنوات ربع ايام ولا قال لك كيما اليوم قال لك المشرف تاعنا راه في اوروبا، راه من الايكيب الايكيب من جوار جوار. صباح قالوا في الليل تصلنا واحد طالق فيديو يمد فيه كادر عاودي قال لك، وفي النهار تما بشي في الليل في النهار راح في اوروبا راح منا راح من هيك. الناس هي تخدم، الناس والله لا تخدم، الناس باش وصلت للقمه ما ركدوش. حنا كان عندنا المشرف يجي مع التربص، يجي نهار التربص ويروح في الليل يقلع، الغدوه ولا يقلع ما عاودش يولي. كي يجي ها الصحافه ها هضروا ها ايبولا ها كوفيد 19 ها الاربيت سفر ها الاربيت ما سفرش ها طفي تليفون ها بالشيخ راه يقول ها رفيق واحد قال ها شوبير عنده درافو عنده تليفون مهرس ها شوبير من تربع هذيك خدم ولا طير راك تخدم راك تخلص خدم ولا طير عايش تعطينا باط راك تصدق علينا انت ولا راك عازم بليك تصدق راك تصدق علينا صاحبي هذه هي راك تصدق قاعدين هاربين من المباريات الكبار قاعدين هاربين من المباراة كشفكم هذاك هذاك رئيس اتحاديه تاع مصر قال لكم انا مكاش قال لكم المدرب تاعنا راه داير مصر داير قال لكم المدرب تاع مصر راه داير المغرب داير نيجيريا داير كوت ديفوار وداير الاخرى السنغال قال لك السنغال اسمها يا ربي الفريق الرابع هذاك اللي بيلعب معاه بوركينا فاسو قال لك ربعه رانا داير ربعه قال لك حنا كاع الجزائر ما دايرها الناس في البروغرام قال لك هادو ربعه غادي نيقوسو معاهم يعني نجمو نلعبو مع زوج نلعبو تربص واحد ونزيدو نلعبو تربص وحد اخر نلعبو معاهم مع زوج من ربعه ندو زوج هادي هي وانتوما قاعدين تكذبو ها لوندري نار قال لهم والو لازم نلعب معانا انت البرازيل العام اللي فات في سبتمبر هربت منها تهدر تهدر كيما في النهار اللي لعبنا مع قطر مورا قال لهم الارجنتين لا بلجيك لا هولندا الاخرى ودي كامل كامل كيفاش حنا فريق قوي نتوما تقولوا حنا فريق منتخب قوي ما لعبناش مع منتخب مونديالي يحضر المونديال لا بلجيك لعبت مع مصر خدت عليها قابلت كي يسموها قابلت المغرب ما لعبناش مع كرواتيا اتصلت بينا كرواتيا ما بغيت اتصلت بينا البرازيل ما بغيت قال لكم لا برازيل دوموندات زوج ملايين وحنا قلنا لهم لا المدرب قال لهم لا ما نمدوش كاع ما كاش من هذه هذه في القريبشه مين تبغي تخلط القريبشه وما تصيبهاش والمقروط صعب مول المقروط طيبت ايه امور نتوما قاعدين التيرو غير على الله قاعدين تيرو برك هذا برك ما عندكم ولا ما كاش كاع ما كاش والله ما تسعوها كاع والدخله في الحيط دخله في الحيط ونحصلوا في ليزاربيت هذه هي الدخله في الحيط ومحصلين في ليزاربيت خويا دخله في الحيط ومحصلين في ليزاربيت معليش خويا معليش شوبير الناس هي داخلة عليها غير بالناصر وبالناصر قال لي صحاب الطبل يا ودي وبينا واش غادي يهضروا غادي يهضروا هاني ما يهضروا والو مساكين خليهم يبردوا صاي ما غادي يهضروا خليهم يبردوا عمري بالناصر اسماعيل بالناصر صايب اسماعيل بالناصر يا ودي انا بان اسماعيل بالناصر بلا ما يقولوا لي انا نحلف عليه في الكتاب تاع الستين باللي لو كان يلعبوا على الوحده تاع النهار ويكون صايم يصوم ويلعب نورمال عادي بلا ما تقولوا لنا على بالنا بها حنا ما تبقاوش تخبرونا بهذا الصوالح خاطر انا نعرفوا هذا الصوالح بلا ما تقولوا لنا نعرفوا الصوالح ما التالي كاع المهم وين نتمنى الخير للمغرب هذا مكان اخويا نتمنى لهم الخير في المنتخب
ما تنساوش عطونا جيم كومونتير وبارطاجونا لي فيديو تاعنا واللي مشي ابوني ابوني معنا باش دائما معاكم بالجديد وربي يحفظكم وصعيد وخاوتي.